هو أمر كبير يحدث وما زال يحدث حتى الآن. الجميع يشاهد ما يجري في قطاع غزة، الحرب ما زالت مستمرة والدمار ما زال مستمر، أعداد الشهداء، استهداف الصحفيين ما زال مستمر أيضا. لدينا أكثر حوالي 150 من الزملاء الصحفيين استشهدوا حتى الآن في هجمات متفرقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهناك قائمة من الجرحى، هناك قائمة من المعتقلين، وهناك أيضا استهداف للأسر، أسر زملائنا الصحفيين، واستهداف للمنازل وللمكاتب والمقدرات. وهذا يعني أن الحرب ما زالت مستمرة بكل صورها البشعة. الرسالة لكل زميل وزميلة بأنه مطلوب أن تكون تفاعل ومعالجة القضايا المرتبطة بقضية غزة على مستوى ما يحدث ويجري على الأرض، لأنه في نهاية المطاف ما يجري هو مرتبط بقضايا الصحافة والإعلام، وهي قضية تضم كل الصحفيين في العالم ومرتبطة بالحقوق والحريات، وهي من حق كل الزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات في كل العالم، إلى جانب كون أن قضية فلسطين هي قضية مركزية لكل الزملاء العرب والمسلمين والأحرار والزملاء في كل العالم. لا شك أنه سواء في قضايا الصحافة أو في القضايا العامة، ما قبل هذه الحرب ليس كما بعدها، هذا أكيد. وبالتأكيد هناك يعني العالم يتشكل بطريقة مختلفة، تداعيات ما يجري واضح بأنها بدأت آخذة في الاتساع وتتفاعل على كثير من المناطق، في كثير من المناطق، وهذا أمر يعني الكثير بالنسبة للناس وبالنسبة للصحفيين وبالنسبة لكل العالم. أنا أقول بأن هذه القضية هي قضية عادلة، قضايا الصحفيين يجب أن تكون مكفولة بكل القوانين، وعلى الصحفيين أن يمارسوا دورهم وفق هذه النظرية وهذا التفكير. وبالتالي التفاعل مع هذه القضايا بما يكفله القانون، وهذا يعني في نهاية المطاف يؤثر تأثيرا مباشرا على مستوى التأثير الذي تحدثه هذه القضية. مع الأسف هي سقطت سقوطا مدويا، وهذه الحرب والتعامل معها فعلا يعني كشف كثير من زيف بعض الشعارات التي كانت ترفعها بعض المؤسسات على مستوى العالم. فرق كبير بالتأكيد، يعني عندما تنظر إلى الصورة من بعيد تشعر بكثير من العجز والألم. على الأقل في الميدان كنا نقوم بواجبنا المهني، ونعتقد بأنه يعني ينصر هذه القضايا، قضايا الإعلام والقضايا الإنسانية، ولكن عن بعد ربما أحيانا يشعر بكثير من العجز والمرارة بأنه لا يستطيع أن يقوم بهذا الدور. ولكن قيض لنا كما يبدو أدوار أخرى يمكن أن تصب في نفس الاتجاه. شكرا.